في مصر الطيران سعداء ان احنا نقدر نقدم حاجه للمشروع العظيم ده. مصر الطيران كجزء من المجتمع المصري بتفخر انها تكون الناقل الرسمي للعلم والمعرفه للمستشفى. انا النهارده الحقيقه جاي 57 357 عشان اشتغل معاهم النهارده واستضيف مجموعه من مصر للطيران. مبسوطه جدا طبعا ان انا كنت موجوده هنا من ضمن الكرو اللي جاي من مصر للطيران، ويعني اتمنى السنه الجايه ان شاء الله نسبه الشفاء تبقى في اعلى واعلى. انا الحقيقه سعيد جدا ان انا اكون هنا موجود النهارده واكون موجود مع زملاء ليا واكون موجود مع حضراتكم، واتمنى ان احنا نقدر ان احنا نستمر في دعم المنظومه دي، واظن يمكن عدد المتطوعين ان هم يجوا النهارده كان اكبر من كده بكتير. كيف تقدم مصر للطيران تلك الشركة المتميزة الخدمات العالمية فيما يخص تسهيل المهام المتعلقة بالمستشفى 57 في مجال نقل الخبراء، في مجال التواصل العلمي والبحوث العلمية؟ مصر للطيران تعتبر وسيط تقني في يعني تقديم الخدمات المناسبة، وهذا يجسد الروح المصرية. بشكركم على مبنى مصر للطيران او بوابه مصر للطيران اللي بتتعمل، ويعني سعيد جدا، شرف لي انا وزمايلي نكون معاكم النهارده، وفعلا المكان ده يخليك فخور. بشكركم جدا، شكرا.